قد تصيبك الأرقام الممنوحة يومياً، والخاصة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالخوف والرعب، وتجعلك تتخذ الحيطة والحذر حتى لا تكون في يوم ما رقماً يضاف لعداد هذه الحصيلة. الأمر إلى هنا عادي، لكن هل يعلم الجزائريون أن هناك في الجزائر فيروساً آخر يمكن اعتباره أخطر من كورونا؟ فهو بيننا منذ سنين، وحصيلته عبارة عن مئات المصابين وعشرات الموتى يومياً. إنه فيروس حوادث المرور. يبقى العنصر البشري هو المتسبب بطريقة أو بأخرى. ربما المواطن يتساءل عن ما هي الأسباب الرئيسية، منهم من يرجع الأسباب إلى السيارة، إلى الطرقات، تعبئة الطرقات، ولكن أنا أقولها بكل صراحة، الإنسان يبقى هو المتسبب الرئيسي، عدم احترام قانون المرور. حوادث أصبحت حصيلتها اليومية تنافس حصيلة كوفيد-19 من حيث العدد، ولا تبتعد عنها كثيراً. فمنذ يومين فقط تم تسجيل 6 وفيات و143 جريحاً كحصيلة يومية لحوادث المرور. وإذا أردنا الحديث بأرقام الأسبوع، فالجزائر سجلت 28 حالة وفاة و1324 جريحاً في حوادث مرور متفرقة عبر الوطن، وبالتحديد بين 31 من جانفي والسادس من فبراير الحالي. أرقام وجب التدقيق جيداً في أسبابها والتعجيل في وضع حلول تقلص منها، فأرواح الجزائريين تزهق يومياً عبر الطرقات. تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية، وتحديد خاصة تحديد النقاط السوداء في مجال حوادث المرور، وهو العمل اللي قمنا به بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، حيث يعني أنجزنا خريطة لأهم النقاط السوداء عبر التراب الوطني. إذا كان الخوف من كورونا يجعل المرء يتبنى الحذر، وإذا كان حل أزمة كوفيد-19 صعب ومعقد، فوباء حوادث المرور علاجه سهل وبسيط، ولا يحتاج لأطباء ولا مخابر، بل هو في يد جميع المواطنين. الحيطة والحذر وتفادي التهور والعمل بقاعدة في التأني السلامة وفي العجلة الندمة.